بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم 7/12/2021، معاكم قناه المواشي اليوم. صباح الخير يا عم صبحي، عامل ايه يا باشا؟ عمك محمد يا عم محمد. صباح الورد يا باشا، صباح العسل، صباح الفل يا باشا، الله يكرمك. ممكن نعرفوا الاسعار النهارده؟ تحت امرك. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. طب الانواع ايه والاسعار ايه والعمر ايه برضه؟ ده برجي وده فلاحي. طيب دوت يا عم ده فلاح، ده فلاح. اللهم صل على النبي. طب سعره وعمره يا محمد؟ ب 75 100. عامل 75 100؟ الاثنين. الاثنين ب 75؟ الاثنين ب 75. بسم الله ما شاء الله. الاثنين دكوره طبعا. الاثنين دكوره 140 كيلو. 140 كيلو. 140 كيلو يا جماعه. اللهم صل على النبي. خروفين فلاحهم 140 كيلو عاملين 75 100. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله يبارك. اللهم صل على النبي. 140 كيلو خروفين يا جماعه عاملين 75 100، يعني 7500. تمام. خروفين 140 كيلو، بسم الله ما شاء الله. اللي جنبي منهم ده محمد، ده فلاحي برضه، ده فلاحي برضه. عامل يامي ده ب 28 و29 لربع. 29 لربع. في قد ايه ميزان يا محمد؟ ايوه 45 كيلو. 45 كيلو. اللي جنبه ده يا محمد برجي؟ ده برجي، ده باشا برجي. اللهم صل على النبي. جمعه. اللهم صل على النبي. ده برجي يا عم الحاج ب 42 100. ب 42 100. في ميزان قد ايه يا محمد؟ 55 كيلو. كيلو 55 كيلو. 55 كيلو. ده برجي، ده برجي. الله يبارك لك يا محمد. 55 كيلو. خلي بالك اخو يا ابني، خلي بالك صور زود حتى في البدايه الحقيقه. وده نوع فلاحي برضه؟ فلاحي، فلاحي، فلاحي. دي فلاحي. عامل يمني؟ دي عامل 28. 28. في ميزان قد ايه كده بمرض الله؟ 48 كيلو. 48 كيلو. طب اللي جنبه ده يا باشا؟ اللي جنبه ده فلاحي برضه. فلاحي برضه. اي. عامل يمني؟ عامل 3200. عامل 3200. في ميزان قد ايه بالميرد الله؟ 50 كيلو. 50 كيلو عامل 3200. 55 كيلو. 55. اللهم صل على النبي. 55 كيلو هذا يا جماعه عامل 3200، يعني سعره 3200 اخره بميرد الله. يعني لو حد دلوقتي تواصل معاك عايزه ماشي حاجة. ما يرتاحش شويه؟ ها؟ راح اجيبه ربنا. الله يبارك لك. يعني ما يقلش على 3200 بميرد الله. والله ب 3200. طب اللي جنبه الزهد اهو. برج. برج. الاثنين ب 56 100. الاثنين مع بعض ب 56 100. يعني ميزانهم قد ايه بميرد الله برضه؟ ايوه 80 كيلو. ايوه 80 كيلو. عاملين كام؟ 56. 56 الاثنين. 80 كيلو يا جماعه، هم الاثنين على بعض عاملين 56. يعني ب 5600. اللهم صل على النبي. طب ده يا عم محمد. دي ب 22 100. 22 100. جنيه طبعا. ايوه جنيه. 22 100. طب وده ايه؟ ده ب 23 ونص. 23 ونص. جنيه برضه. جنيه برضه ما تندبحش. الله يبارك لك. طب الاخرانيه دي بقى؟ ده 21 ونص. 21 ونص. عندي يا عم بلدي. صباح الفل. بلدي. حاضر. اللهم صل على النبي. الاثنين دول مش تبعكم؟ صلاحي. عاملين كام دول؟ 55 لحم. ناعيتين لحم 55. طب فيهم ميزان قد ايه بنرجع؟ لحم ولا جاي؟ لا جاي. جاي؟ اي. اي 90 كيلو. ايوه 90 كيلو عاملين 55. 90 كيلو يا جماعه الاثنين هم عاملين 55 100، يعني ب 5500. الله ينور يا معلم. الله يبارك لك. الاثنين هم عاملين 55 100، فيهم 90 كيلو الاثنين لحم. برجي صح؟ ايوه برجي. اللهم صل على النبي على البرج. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. احنا عايزين نبيعهم ونفتحهم. سوق ابو حمص النهارده يا جماعه حاجه حلاوه، بعد كده ما فيش.
رقم تليفونك يا باشا؟ 012 72 82 84 91 91 91. قاعد فين بالظبط؟ قاعد في ابو حمص تبع نسيم تبع ابو حمص. نسيم تبع ابو حمص، الله يبارك لك. ايه؟ فوز البنا عم فوز البني، الله يبارك لك عم فوز ونهارك ابيض ومشكرين جدا يا باشا. صباحك زي الفل ان شاء الله.